ايوه قدور بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا ما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وآتيك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ومن صلى على حبيب قلبه يطيب. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم استضفنا لكم مدرسة بن جيرو إبراهيم ولنبدأ برنامجنا بآيات بينات من القرآن الكريم اتلوها على مسامعكم التلميذ. مرحبا بكم صغارنا الأعزاء في حصتكم الأسبوعية مواهب مدرسية. هذه الحصة التي كل أسبوع نستضيف من خلالها مدرسة من مدارس ولاية عين تيموشنت. اليوم نسعد باستضافة مدرسة بن جيرو إبراهيم. في البداية راح نتعرفوا على البرنامج المسطر من طرف المدرسة مع صديقتنا دعاء. مفيدة. هل تعلم عزيزي المستمع أن الجمل يستطيع أن يخزن ما مقداره 113 لترا من الماء خلال 13 دقيقة؟ هل تعلم أن الأخطبوط لديه 3 قلوب و9 أدمغة وأن دمه أزرق؟ وهل تعلم أن خلية الدم الفرضية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم؟ هل تعلم أن الشخص العادي يمشي طوال عمره مسافة تعادل المشي 5 مرات حول العالم؟ وهل تعلم أن هناك 100 مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان؟ هل تعلم أن الماء يتجمد بشكل أسرع عندما يكون دافئاً وليس بارداً؟ وهل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش حوالي شهراً بدون طعام، لكنه لا يستطيع أن يعيش أسبوعاً واحداً فقط بدون ماء؟ هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و19 ثانية عند انطلاقه من الشمس إلى الأرض؟ وهل تعلم أن اليوم الواحد على كوكب زهرس يعد أطول عام كامل على كوكب الأرض؟ هل تعلم أن في العام 1140 ميلادي اخترع الألماني يوهانس جوتبورغ آلة الطباعة؟ وأخيراً عزيزي المستمع، هل تعلم أن المخترع الأساسي للمصباح الكهربائي هو العالم توماس أديسون؟ نأتي
شرفنا نحييكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا التلميذة بن دربان مروة باسمي ونيابة عن زميلاتي وزملائي تلاميذ مدرسة بن جي إبراهيم. أتقدم بالشكر الجزيل لسيدة مديرة التربية لولاية عين تيموشنت التي أتاحت لنا هذه الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج. كما نتقدم بالشكر الجزيل لمدير إذاعة الجهوية لعين تيموشنت والقائمين عليها. كما لا ننسى تشكرات المفتش مقاطعتنا السيد لازيري عبد القادر ومدير مدرسة بلجيري إبراهيم السيد سعيدي عمر وأساتذتنا الكرام. أما بعد، بنيت مؤسسة بلجيري إبراهيم سنة 1994 وشرع العمل بها في موسم الدراسي 1996 و1997. تقع بحي عمر بن الخطاب ولاية عين تيموشنت. تضم مؤسستنا 6 وحدات تربوية وتستقبل 218 تلميذا. سميت مؤسستنا باسم أحد المجاهدين لولاية عين تيموشنت هو بن جيري إبراهيم ابن جيري الحاج ولد السيني لودو بن رابح يامنا بن أحمد. ولد يوم 5 جوان 1924 بمدينة عين تيموشنت. نشأ في أسرة ذات جاه وشرف، حيث كان والده أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين. أما إبراهيم فلقد انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1945، وفي سنة 1954 منعته السلطات الفرنسية من مزاولة نشاطه، ولكنه واصل نضاله في سرية حتى نالت الجزائر استقلالها.